مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أنفاس بيزنس. ضيفنا اليوم كريم الزيسوني، رئيس مجموعة سيس باي وون باي، وغيكشف لنا عن تطبيق الجديد يسر موجه للمنحنوت. وكيف ما كتعرفوا مشاهدينا الكرام الدور ديال وأهمية المنحنوت للأسر المغربية. أهلا وسهلا سي زيسوني، مرحبا بك. مرحبا مرحبا، ألف مرحبا، شكرا على الاستضافة. وحنا دائما كنكونوا فرحانين ملي كنجيو لانفاس تي في، وخصوصا في هذا البرنامج الرائع اللي هو انفاس بيزنس، وجينا نتقاسموا معكم ونشاركوا معكم شي حاجه اللي خدمنا عليها مع الفريق، فريق العمل، بكل حب وبكل تفاني باش نخرجوا واحد اللؤلؤه اللي غادي تكون ان شاء الله تنال الاعجاب ديال كل منحنوت ولا كل تاجر في المغرب ان شاء الله، وتكون هذه هديه لنا في هذه العواشر المباركه وعواشر المباركه. اولا سي جوني، علاش التطبيق لهذه الفئه من التجار او مول الحانوت؟ كما كتعرف استاذ عبد الله، هو بان مول الحانوت عنده واحد الاهميه محوريه في الحياه ديال المغربي، ديال كل مغربي، لان كتلقاهم في جميع الانحاء، في الاحياء كتلقى مول الحانوت مهم. كتلقى بافو ملي كيكون الراجل مسافر ولا ما كاينش ولا مريض، كتلقى مول الحانوت هو اللي كيجيب السخره للعائله مما يرجع مول الدار من السفر ديالو، ديك الساعه باش كيتفاهم معاه. كتلقى الوليدات كاملين كيمشيو يتقداو من عنده، كيتعامل معاهم مزيان، كيرحب بهم. كتلقى شحال من عائله معوزه كيجيو يسولوه الناس، فهو اللي كيقول لهم هذوك الناس راه ما في حانوت باش كيتعاونوا معاهم. يعني مول الحانوت اليوم ولا عضو من اعضاء ديال العائله. وباقي نعقل فاش كانت كورونا، واحد الوقيته ما كنتش كنقدر نخرج، كنت مريض بزاف، ما كنتش نقدر نخرج، ما كنتش. فكان مول الحانوت بالعلاقه اللي كانت معنا معاه ما كانش كيجيب لنا غير التقضيه، ولكن مسكين كان كيمشي يجيب لنا حتى الدواء من الفارماسي، كان كيخلصهم من الفارماسيان وكيجيب لك الدواء حتى كتريقلي معاه ولا حتى كتخلصه من بعد. فكنشكر جميع من هذا المنبر هذا، كنشكر جميع البقاله وجميع مولين الحوت، وخصوصا السي حسن اللي كان جاري وكان كيتعامل معنا دائما، فكنشكروا شكر من القلب. مول الحانوت يسر المغاربه مجموعه من الامور، ومن منها جات الاسم ديال يسر، اختاريت هذا الاسم هذا. اياه يسر، يسر في حقيقه كنا نفكروا في يسير ومن بعد يسر، وجوجهم كاينين مصطلحات كاينين في القرآنية، مصطلحات قرآنية. فاحنا عجبتنا ديك ديال إن بعد العسر يسرا، وبغينا هاد نكون هاد البرنامج هذا يكون ميسر الجميع مالين حوات، وماشي غير ميسر كيسهل لهم الخدمة. حيت كيقولوا واحد السيد ميسر يعني راه عنده داير لاباس، عنده الفلوس. فبغينا حنا حتى هذا البرنامج يسر، يسر لهم الخدمه ديالهم، ولكن يدخل عليهم ايضا بالخير وبالمسير ان شاء الله. نعم، الان سي جيسوني غنشوفوا شهادات لمالي الحوانات استفدوا من تطبيق يسر. بعد ندخل دابا ديال الاسر، زاد ندخل شويه الله يحمي الوالدين. دابا الابليكاسيون اللي كاين دابا التطبيق ديال يوسف، دابا ولا عندنا كلشي مزيان، ولات عندنا واحد السهيل بحال المارشيات كبار، يمكنك تخلص عند الكليان وتخرج تيكي واخر. الابليكاسيون غادي تنفعني بزاف من ناحيه التبعات، من ناحيه الافونتاج غادي نحسب وغادي نخرج التيكيت للكليان، يعني غيكون عندي بزاف الامتيازات كبحالي كبحال اي شركه اخرى. وكنتمنى والله غيكون بزاف الحوايج يكونوا زوينين على قدام. نقدروا نعرفوا شحال كتطلع عليك هاد لابليكاسيون؟ الثمن هي 0 درهم، هي واحد الحاجه اللي هي مشجعه بزاف للشباب والانسان اللي بغى يتطور واللي كيفكر المستقبل. يعني بزاف الحوايج اللي كنشوفها انا غادي تكون زوينه بزاف مع هاد لابليكاسيون. بالنسبه لنا حنا البقاء على المشكل ديال التكنولوجيا اللي خلق حقك بسيط وسهل، اصبح لنا راه بحال شي حلم تحقق. ما نحتاجوش ندخلوا ندوروا نشريو السيستيم كامل ب 12000 درهم و 12000، إذا كان هذا راه مخير كاع بلابليكاسيون في التليفون وبلابارير، حتى دخلتي العالم ديال التكنولوجيا وهذا الشيء جديد. وبالنسبة لوكو غيساعدنا مزيان، حيت السكوك وسد الرجو، وكل مرة خصنا نديرو لافونتير وتسد، وما تتعرفش مثلا تقدر تخلي شي واحد وتعرف الأمور كيفاش غادا، زعما كلو امتياز. ودابا الكليان ولفو خصي خرج لي التيكيت ديالو، الأمور ديالو مقاد، ما يبقاش
مابقاش داك الشيء التقليدي يكتب ليه في ورقه ولا الانسان تيبغي يشوف شحال خدا والتيكيت ديالو والتقانونيات بحال كتعطيه فاكتوره ديالو امور هو احسن حاجه بحال شي حلم بغا يتحقق للبقاله. سيتي سوني بعد ما شاهدنا الفيديو ديال الشهادات ديال مولي حوان استافدوا من التطبيق، التعليق ديالك على هذا الفيديو وشنو المميزات ديال هذا التطبيق اليسر لفائدة مولي حوان؟ مولي حوان دابا زعما الله هو قاعد البرامج اللي كاينين ديال الاداره ديال ادارات المحل هما ماشي في متناول ديالهم ولا ماشي في متناول ديالهم كاملين، يعني غاليين عليهم باش يجيب واحد البي سي ويجيب واحد الاورديناتور ويجيب هادو كاع ديك لي زاباري باش يخدم بهم، يعني الثمن ديالها طالع. ولكن مول الحانوت واش هو محتاج يدير الاداره وتكون مرقمنه؟ بيان سور محتاج، لان دابا كما كتعرف بان هاد المنافسه اللي ولات وهاد المحلات الصغيره اللي كتلقى عندهم الكبرى يعني الاسواق الكبرى يعني والصغرى ولا مهدد في يعني في نعم كاين الاسواق الكبرى اللي داروا محلات صغرى اللي حتى هي كاينه في, 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 في جميع الاحياء فهو حتى هو خصو يتورغانيز كيفاش باش يطلع الهامش ديال الربح ديالو. عنده حل واحد، الحل يا اما غيزيد الثمن على الناس ويا اما غيخفض التكاليف ديالو. ما يمكنش يزيد الثمن على الناس لان راك عارف ما يمكنش، فولا بدا خصو يمشي باش يهبط التكاليف. كيفاش يمكن له يهبط التكاليف ديالو؟ بالاورغانيزاسيون، باش يدير واحد الاداره متمكنه، وهذه الاداره المتمكنه لا يمكن ان تكون الا بواحد الرقمنه. فيسر جا باش يعطيه واحد البرنامج متكامل باش مول الحانوت يدير المحل ديالو كامل، يعني كتكون عنده واحد لاكيس اللي كيتعامل مع الكليان اللي كيسكاني بها المواد ديالو الاول الثاني وكيدخلها ومني واي حاجه كيسكانيها كتنقص ليه من الستوك اللي عنده، واي منتوج عنده فيه الهامش ديال الربح ديالو شحال كيربح فيه باش كيبقى له في الاخر كيعرف الحصيله. ملي كيسالي كيعطي التيكي للزبون ديالو، الزبون ديالو كيمشي عارف راسو اش بحال اللي مشى لاي سوق كبير متمكن. بالنسبه للتطبيق ولا لابليكاسيون اليسر كيفاش مول الحانوت يمكن يستعمل التطبيق؟ دابا من غير لاكيس عنده كيفاش كيجيري ستوك، يعني عنده ستوك ديالو كيعرف لانفونتير. دابا مول الحانوت كيفاش كيدير يعرف لانفونتير؟ كيجيب بارفوا اما هو كيبقى يحسب ولا كيجيب شي واحد اللي عنده هاد المهنه وكيجي كيبقى يحسب ليه، يعني مره في 6 شهور اللي كيخلصو كيعطيه 1000 درهم ولا المهم بما يتراوح هادشي هذا. فهنا بهذا اليوسر كيعرف الستوك ديالو في اي لحظه، يعني في اي وقيته كيورك على البوطون كيطلع له شحال عنده في الستوك، شحال عنده دابا وإن مواد اللي عنده باقة اللي عنده. زائد على هادشي كيعطيه ستاتيستيك، كيعطيه الإحصائيات شحال باع، إن السيمانة اللي باع مزيان شمن نهار. فكيمكن مول الحانوت يعرف راسو في أي وقيتة كان كيبيع مزيان ولا ناقص البيع بطريقة علمية، ويقدر يطور الأداء ديالو والمنتوج ديالو. وأي مول الحانوت يقدر هاد البرنامج هذا ماشي غادي يعيط على الشركة ويقول لنا عافاك جاو انستاليو وخصنا حنايا نديرو واحد لانترفونسيون واحد باش نبرمجوها ويمشي عنده لا كان في فاس ولا لا كان في اكادير. كيدخل الانترنت بحال اللي كيحط اي برنامج وكيمشي لجوجل بلاي وكينزل هذاك البرنامج، بعد ثواني بضع ثواني كيكون عنده تما، كيتسجل في واحد اقل من 10 ثواني وكيولي عنده يسر ويقدر يستعمله بكل اريحيه وبكل بساطه. نعم، وبالنسبه للتطبيق واش كاين خدمات اخرى للملحنات يمكن يستافد منها؟ نعم، دابا حنا كاينين ثلاثه ديال المحاور اللي درنا. المحور الاول هو كيفاش يجري المحل ديالو، ستوك لاكيس تيكي الاحصائيات لانفونتير هادو كاملين. البلاصه الثانيه هي الكريدي، يقدر يجيري الكريديات حيت كتعرف مول الحانوت الله يجازيهم بخير الله يرحم لهم الوالدين من هذا المنبر كيتعاملوا مع الزبناء كيتصارف معاه كيكون باقي يقدر يتحكم في الكريدي ديالو وفي الميزانيه ديالو. اكزاكتو، مثلا السيد مازال ما تخلصش ولا عنده كذا فكياخذ من عنده السلعه ولا ما كاينش، حتى من بعد كيدير معاه وما كيخلصش حتى كلشي في دقه واحده، كيدير معاه واحد التصرف. هذا التصرف كاين كيدير واحد الكارني وكيبقى ديك الكارني كيبقى يقيد فيه ويدير فيه. حنا دابا ديك الكارني سميناه اي كارني ودرناه
بواحد الطريقه مرقمانه، فكيمكن يعرف اي لحظه شكون هو الزبون، شحال عنده، شحال باقي كيسالو، شحال خلص له، وشنو هما المواد كاع اللي خدا الا بغى يرجع باش يتفكر. وزياده على هذا حتى الزبون كيدخل حتى هو اليوسر ويتقيد وكيتبع في الكاري هاد المنحنى شحال عندي معاه، هاد المنحنى شحال باقي كيسالني، هاد المنحنى غادي نمشي نعطيه شويه. كيمكن حتى هو يدير واحد الاداره، واحد لاجيستيون، وكل شيء على لاجيستيون. ملي كدير لاجيستيون مزيان كيمكن لك تعرف فلوسك فين غادا، يمكن لك تتحكم في المصاريف ديالك وتشيط منها. نعم سي جوني، هو التطبيق يسر واش بالمجان؟ وشنو شنو شنو واش الفلوس بغيت تقول بفلوس شنو اللي غادي تربحوا؟ حنا هادي سيتي نوفال، هادي سيتي واحد يعني معلومه ثمينه، هو ان يسر هو لجميع مال الحوانت بالمجان، بزاف كما قال السي احمد في واحد ديك التيمونياج بزيرو درهم، يعني مول الحانوت ما كيخلص حتى شي حاجه. واش مول الحانوت ملي كيبيع السلعه كناخذوا معاه شي حاجه؟ ما كناخذوا معاه حتى شي حاجه. مول الحانوت ما كناخذوش معاه ولو سنتيم في هاد البرنامج هذا. كيفاش حنا كنربحوا الفلوس؟ يعني ماشي، يعني خصك تعرف بان الشركات اللي نجحوا ما كانش الهدف ديالهم اولا هو ربحي محض 100%، ولكن كان تقديم خدمات ينفعوا الناس. فحنا الشركه ديالنا عندنا واحد الهدف اجتماعي، حنا مالي الحوانت، هذا المجتمع ديالنا اللي عايشين منه، اللي كنا الحمد لله عايشين في الخيرات ديالو، الخيرات اللي عطيها الناس ديال ربي، ماشي خصنا نتعاونوا مع الناس. يعني هاد لابارتي الاولى دايرينها المول الحانوت، دايرينها ليه كمساهمه من الشركه ديالنا في رقمنه البلد ديالنا الحبيب اللي هو المغرب، اللي كنا كنحماقوا عليه وحمد الله سبحانه وتعالى المعيشه فيه. كيفاش كنربحوا؟ كاين واحد الخدمات اضافيه اللي كنعطيوها حنا للمول الحانوت، بلا ما كياخذ فيها هو المخاطره، بلا ما يدير فيها اوكان انفستيسمون، فحال مثلا لا غوشارج، فحال التعبئات ديال الشهيد، فحال لي جو، فحال بابجي، فري فاير، واحد عدد كثير من لي فوتشر. الا بدا كيبيعهم مول الحانوت فحنا ديك الساعات كيوليو كنوليو شركه معاه، فداك الشيء اللي كيبيع حتى حنا كناخذوا منه واحد النسبه. وهكذا كيفاش كيمكن لينا نربحوا حنا ومول الحانوت الفلوس؟ ماشي كناخذوا منه، وانما كنربحوا حنا وياه، كنربحوا مداخل اضافيه. وهذه المداخل الاضافيه يمكن لها تكون توصل حتى ل 2000 حتى 3000 درهم لكل مول الحانوت شهريا. السي زيتوني، واش يمكن تقرب لنا عن قرب كيفاش كيستغل التطبيق ديال يسر؟ التطبيق ديال يسر كما قلت لك قبيلات، بانه ملي كيحملوا كيكون على هذا الشكل هذا، يكون على هذا الشكل هذا. فعنده هنايا لاكيس اللي كيمكن يستعملها ويدخل ليها، عنده هنا ديك الخدمات الاخرى اللي كيمكن بحال اللي قلت لا غوشارج تليفونيك، الشهيد الى اخره. وعنده هنا ايضا حتى بطاقه الوفاء اللي كنديروها معاه حنا، وكنشجعوه باش يشجعوا على الاستعمال ديال هاد يوسر. يمكن له ملي كيدخل لهنايا لاكيس وكيبغي يستعمل لاكيس، فكيمكن له غير كيورك على هاد البوطون هذا وكيبدا يسكاني من خلال هذا التليفون، كيمكن له يسكاني لي برودوي ويدوزهم هكذا. الا بغى اكثر اريحيه فكيمكن له يشري مثلا هاد السكانر بحال هذا من اي مكان في المغرب عند البائعين اللي كاينين. غادي نعطيوكم لا ريفيرونس ان شاء الله اللي يمكن يشريها. فملي كيكونيكتيه مع هذا كيولي كيسكاني المنتوجات من هذا الجانب هذا. من ناحيه لي تيكي كيمكن ياخذ هاد لامبريمونت هادي حتى هي ياخذها من اي مكان في المغرب ويشريها، وكيكونيكتيها غير بالبلوتوث معنا. ولكن الا ما بغاش هادي يشريها فكنعطيو حنا لا بوسيبيتي باش يصيفط لو تيكي في الواتساب ولا في اس ام اس، يعني ما محتاجش كاع تيشري هادي، يعني غير بالتليفون ديالو يحيد هادو مثلا ويخدم غير بالتليفون ديالو. عنده هنايا جميع الامكانيات باش يخدمها وباش يعطي لي تيكي ويصيفط الناس لي تيكي بالاس ام اس وبالواتساب. الا بغى اكثر اريحيه وبغى يتطور اكثر فعنده هاد لامبريمونت اللي كتخليه بامبريمي لي تيكي وياخذهم الزبون، وعنده هاد السكانر اللي كيسكاني بواحد الطريقه بحال السوبر مارشي، كيولي ديك الساعات بحال امتي سوبر مارشي. شكرا استاذ عبد الله على هاد الاستضافه، يعني حنا كنبقاو تحت يعني في لا ديسبونيتي ديالكم، تحت الامر ديالكم، الا كانوا بغيتوا شي اضافات اخرى لهذا المنتوج اللي كنظن بانه غادي يكون عنده واحد الامباكت كبير على مول الحانوت باش يعاونوا في الرقمنه ويطلع من المستوى ديالو. وهذا الشيء ما كانش، هذا البرنامج هذا ما كانش غادي يكون لولا الفريق العمل ديال انفاس تي في وانفاس بيزنس. وكنشكروك استاذ عبد الله، وكنشكروا الفريق اللي خدام معنا اللي كيصور واللي مكلف راسو باش يكون هذا البرنامج ان شاء الله رائع، وفريق العمل اللي جات هو مواكبنا هنايا وحاضر معنا. فشكرا لكم جميعا، وشكرا للمشاهدين، والى اللقاء العاجل ان شاء الله.